مشاهدينا اهلا بكم وحلقه جديده من مؤشر النيل نستعرض فيها معا بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه التي تباين اداؤها مع ميل للانخفاض في ختام تعاملات الاحد بدايه تعاملات الاسبوع، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي جي اكس 30 بنسبه 0.40% ليصل الى 8762.86 نقطه، كما زاد مؤشر جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 0.60% ليصل إلى 10551.69 نقطة، بينما هبط أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 7 بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 615.67 نقطة. امتدت أيضا موجة الهبوط لمؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر 0.88% وليغلق عند مستوى 1080.17 نقطة. نتحول سريعا لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قطاعات السوق بنسبة 25.9%، تله قطاع الاتصالات بنسبة 17.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.53%، تله قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11.76%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو الشراء واستحوذوا على ما نسبته 90.38%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع وحصلوا على 3.58%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على 6.4%، ويأتي هذا فيما اتجه الأفراد نحو البيع واستحوذوا على 46.93% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 53.6%. بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 6.87%، ثم سهم راسكوم القابضة للتنمية بنسبة 6.1%، ويليه سهم رواد السياحة رواد بنسبة 5.29%، ثم سهم أسك للتعدين أسكوم بنسبة 5.8%. في المقابل، بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 6.83%، ثم سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية أبيكو بنسبة 6.37%، تلاه سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 6.11%، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 4.96%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 495.8 وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. قبل متابعة التقرير مشاهدينا، كما تعودنا نتابع التقرير وبعده نبدأ بالتحليل لهذه الأرقام والمؤشرات مع ضيفنا في الاستوديو اليوم الأستاذ وائل عنبة الخبير بأسواق المال. أستاذ وائل مساء الخير، مرحب بحضرتك معنا النهاردة. اسمح لنا نتابع التقرير مع بعض مع المشاهدين وبعدين نبدأ تحليل معنا. نتابع. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللونين الأخضر والأحمر في دلالة على تباين أداء أسهمها لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل لتعاملات الأسبوع، وسيطرت حالة من الترقب على شرائح من المستثمرين باستثناء صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية التي قامت بعمليات شراء استباقية على الأسهم على خلفية التوقعات بارتفاعات قوية للسوق بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بينما اتسمت تعاملات الأفراد بالتحفظ. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسر نحو 2.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 495.8 مليار جنيه، وسجلت التداولات قرابة 1.5 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 ارتفع طفيفا بنسبة 4%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 1.28%. وشملت الانخفاضات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 88% من قيمته. وسطاء بالبورصة أكدوا أن الحذر والتحفظ سيطر على التعاملات في بداية جلسة التداول،
خاصة من قبل المستثمرين الأفراد الذين مالوا للبيع نسبيا خشية من أي مفاجآت تحدث بالسوق في حال فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالرئاسة. وأشار الوسطاء إلى ما حدث في 27 من مارس الماضي وما تلاه من هبوط حاد للأسهم بعد إعلان السيسي ترشحه للرئاسة لا يزال في أذهان المستثمرين، على الرغم من أن غالبية الأسهم قد تعافت واستردت جميع خسائرها. وأضاف الوسطاء أن السوق يلمس منذ أسابيع عمليات شراء تراكمية من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية بأسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية الحالية. وأشار الوسطاء إلى أن المستثمرين تحولوا إلى الأسهم التي تتوافر بشأنها أنباء إيجابية قوية، خاصة في قطاعات العقارات والمقاولات والبنوك والسياحة. سامح الجويلي، النيل. بنرحب بكم مرة تانية مشاهدينا، ونبدأ بالتحليل والتعقيب على كل هذه المؤشرات مع ضيفي الكريم أستاذ وائل عنبة الخبير بأسواق المال. بعد الترحيب أستاذ وائل، طبعا تابعت معنا النهاردة يعني السوق كان من أوله حركة المؤشرات بالطبع، يعني كنت حضرتك موجود فيها. تمام. تراجع، يعني بدأ السوق على تراجع بعدين تباين، حركات مختلفة أو تحركات مختلفة للمستثمرين العرب والأجانب، اتجاههم للبيع تكبد طبعا بسبب السوق خسائر كبيرة اليوم 2.2 مليار. أسباب التراجع برأيك، هل هو ترقب، ما زال ترقب الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الأربعة، البرلمان، الرئيس، الدستور، البرلمان، الرئيس والحكومة الدائمة، أم ماذا؟ هو بالفعل السوق بدأ على حالة من أنواع الترقب، وكان في مبيعات للأفراد المصريين، لذلك بدأت المؤشرات الثلاثة على هبوط، ولكن في قوة شرائية من المؤسسات المصرية دخلت في السوق. طبعا المؤسسات لما بتخش تستهدف الأسهم القيادية، فعشان كده لقينا أن إيجي إكس 30 تحول اتجاهه من الهبوط في بداية الجلسة إلى الصعود في النصف الثاني، ولكن إيجي إكس 70 بسبب تركيبة المؤشر ما قدرش أن هو يطلع، لسبب أن أكبر وزن في هذا المؤشر شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة. شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة النهاردة هبطت بتداولات 100 سهم فقط لا غير، ال 100 سهم أثرت على سعر الإقفال فهبطت، في حين أن بقية أسهم إيجي إكس 70 تفاعلت مع السوق هبوطا وصعودا طول الجلسة. لكن وزن أوراسكوم للإنشاء والصناعة كان قوي جدا كبير، فمنع أن هو يتحول إلى الربحية زي إيجي إكس 30. ولكن ما زال السوق زي ما حضرتك قلتي بيترقب القواعد الأربعة للدولة المصرية اللي ما اجتمعتش مع بعض من يناير 2011، ان احنا يبقى عندنا دستور، ويبقى عندنا رئيس، ويبقى عندنا مجلس شعب او مجلس نواب، ويبقى عندنا حكومه دائمه. هذه الاربع لم تجتمع من يناير 2011. كل العالم بيراقب مصر في 2014 هتجتمع هذه القواعد معا ان شاء الله. بدانا في الدستور في يناير، وبكره باذن الله انتخابات رئاسه الجمهوريه. بالمناسبة أنا بحب أدعو الشعب المصري بالكامل أنه يشارك في صنع القرار، يشارك في هذه الانتخابات، لأنها لحظة تاريخية لازم كلنا نشارك فيها. ادي صوتك للي أنت عايزه، بس لازم تكون مشارك. اللحظة دي العالم كله بيترقبها، بعدها هيجي انتخابات مجلس النواب، بعدها وجود حكومة دائمة. هذه الأربع عندما تتواجد هيحصل شكل للدولة المصرية. نتوقع معاه أن مؤشرات البورصة المصرية تشهد مزيدا من الارتفاع، نشهد رقم جديد خالص على مستوى المؤشر، ممكن نوصل ل 9000 فعلا نتخطاها. يعني احنا توقعاتنا ان احنا السنة دي نتخطى ال 10000 كمان على نهاية السنة. احنا النهاردة بنحقق اعلى رقم للبورصة المصرية منذ اغسطس 2008، يعني من 6 سنوات بنحققه في جلسة اليوم، وما زال لنا توقعات في النصف الثاني من العام ان احنا نحقق ارقام اعلى، ممكن نوصل لل 10000 ونتخطاها. وخلال الفترة اللي جاية احنا داخلين في اتجاه صاعد طويل الاجل قد يستمر معانا عدة سنوات، يعوض للمستثمرين جزء كبير من خسائرهم اللي لحقت بيهم من بعد الأزمة العالمية اللي حصلت في 2008 حتى الآن. يعني حتى الصعود اللي بيحصل ده مش مكاسب، هو بيعوض خسائر المستثمر القديم، بيحقق مكاسب للمستثمر الجديد اللي لسه داخل، هو ده اللي بيحقق فقط المكاسب، لكن المستثمر القديم مازال بيعوض خسائره اللي لحقت بيه في السنوات الماضية. هل برأيك جزء من السوق مازال يرتبط بالبيانات الرسمية للمؤسسات المالية في الربع، يعني عن العام الماضي والربع الأول من العام المالي؟ ملاحظة جيدة، هو فعلا نتائج الأعمال كان ليها دور كبير في اتجاه المؤشر.
احنا عندنا اكبر سهمين في المؤشر البنك التجاري الدولي وده عمل نتائج اعمال نمو حوالي 40% في الربع الاول وعندنا جلوبال تيليكوم خفضت خسائرها بنسبه كبيره. يعني الربع الاول العام الماضي كانت خسرانه 1.25 مليار جنيه، هذا الربع تجاوزت كل هذه الخسائر واصبح الخسائر 20 مليون فقط لا غير. نتائج الاعمال دي كان لها دور على الاسهم القياديه وبالتالي كان لها دور على المؤشر وعلى اتجاه السوق، وانا بتوقع ان نتائج الربع الثاني ايضا يبقى لها دور جديد في المؤشر والاسهم. طيب اداء صناديق الاستثمار والمؤسسات المحليه كان مختلف شويه وقامت بعمليات شراء استباقيه على الاسهم، برايك لماذا؟ الافراد عندهم نوع من انواع الحذر ويمكن بيترقبوا الموقف، وخصوصا في تجربه يمكن من شهرين ان احنا لما حصل في نهايه الربع الاول ان حصل هبوط شديد جدا حوالي 1200 نقطه في اسبوع، هذا الهبوط الشديد مخلي الافراد بيترقبوا المنطقه الحاليه اللي احنا فيها، ولكن المؤسسات عندها فوائد ماليه، عندها امكانيه ان هي تشتري وتقعد بهذه المراكز الشرائيه فتره اطول من الافراد، الافراد بتبقى تداولهم سريع لذلك هم بيترقبوا بكره وبعده. بكره وبعده تداول سريع وعشوائي الى حد ما يعني ممكن نقول كده، لان القرار ما بيبقاش قرار استثماري قد ما هو قرار مضاربي. فالافراد بيترقبوا بكره وبعده مدى مشاركه المصريين في هذه الانتخابات وكبر المشاركه، هيبقى له دور فعال جدا في تغيير قرارات الافراد ودخولهم للسوق مرة أخرى، وأنا بتوقع أن احنا بكرة وبعده نشهد إقبال كبير على صناديق الانتخابات وهو لها تأثير على مؤشرات البورصة إن شاء الله. يعني ده على لو قلنا على المدى القصير في الأيام اللي جاية، وزي ما حضرتك قلت لنا طبعا أنه إن شاء الله على المدى الطويل اتجاه صاعد بشكل غير متوقع. لو اتكلمنا عن صفقة سبق للأدوية وتغطية 27 مرة، يعني عدد مرات النقاط كبير وملحوظ جدا، فممكن حضرتك تعلق لنا عليه. بص حضرتك، اخر اكتتابين دخلوا السوق كان عندنا اكتتاب العربيه للاسماك من حوالي 3 اسابيع ودلوقتي اكتتاب سبق. معدل التغطيه العالي جدا بيبين لحضرتك قد ايه السوق متعطش لاسهم جديده. احنا عندنا حاله من انواع التعطش لاي سهم. احنا في اسهم قياديه في السوق خرجت من البورصه بسبب عروض الشراء اللي حصلت في السنتين الماضيتين، خرج اسهم كتير، فالسوق متعطش لوجود اسهم جديده. وده اللي حصل، ان اي اكتتاب بينزل بلا معدل تغطيه كبير قوي. عايز اقول لحضرتك حاجه، كل اكتتاب بيخش البورصه بيجي معاه عملائه وبيجي معاه فلوسه، يعني كل اكتتاب جديد بينزل بيجي عميل جديد مخصوص عشان يكتتب وبيجي فلوس جديده للسوق. عشان كده بنلاقي معدل التغطيه عالي. العملاء دول هم عملاء الودائع في البنوك، الودائع في البنوك سعر الفايده قل، فالودائع في البنوك ما بقتش مغريه للمستثمر، فاصبح ان هو بيترقب اي اكتتاب باعتبار انها فرصه ربح بتبقى شبه مضمونه، انه يخش في اكتتاب ويبيعه بعد اسبوع ويحقق ربح، وده اللي يفسر مدى التغطيه الكبيره اللي شفناها في المرتين الاخيرات. لو اتكلمنا ايضا عن انه من اسابيع السوق كان بيلمس او كان في عمليات شراء تراكميه من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحليه عن اسعار اقل بكتير عن الاسعار السوقيه الحاليه، عشان كده البعض كان بيتخوف من قيامها ربما بتكرار سيناريو 27 مارس. 27 مارس كان له ظروف خاصه. ان 27 مارس كان نهايه ربع اول، وده اول ربع المؤسسات تعمل فيه الارباح المهوله دي من فتره طويله من كام سنه، فلذلك دخلت المؤسسات مره واحده تبيع في نهايه الربع الاول. ويمكن هو ارتبط ساعتها باعلان المشير السيسي ترشحه للانتخابات، ان هو ما كانش له دعوه خالص بالاعلان، هو كان عمليه فنيه بحته، ان في نهايه ربع المؤسسات حققت ارباح ما كانش تحلم بيها. المدير الاستثمار دائما بيحاسب على الارباح الفعليه المحققه، فلذلك دخلت المؤسسات المصريه باعت. الوضع دلوقتي انا بقول ان هو يختلف، ليه؟ المؤسسات يهمها ان الربع ده السوق يقفل عالي، يقفل في 30/6 مرتفع، واحنا لسه احنا في شهر 5، لذلك ما زالت المؤسسات بتكون مراكز في الوقت الحالي، واعتقد ان تكوين المراكز ده هيستمر الى نهايه هذا الربع. لو اتكلمنا عن دعوة البورصة للشركات للاكتتاب ربما في والاشتراك في بورصات أخرى عالمية، يعني أسوة ببعض من شركات أوراسكوم وما إلى ذلك، هل السوق
في الوقت الحالي في حاجة لمشاركة الشركات الموجودة في بالفعل في بورصات أخرى؟ هل ده على قد يعني إلى أي مدى ده ممكن يساعد الشركات، ولا إحنا محتاجين أكتر إن إحنا نحتفظ بهذه الشركات وجذب ربما المزيد من الشركات الأخرى للسوق المحلية؟ إحنا محتاجين الجزء الثاني من اللي حضرتك قلتيه. إحنا محتاجين ان احنا نجذب شركات سواء محلية، شركات عائلية تطرح في البورصة، او شركات حكومية تطرح في البورصة. احنا كان من حوالي اسبوعين كان في مؤتمر حضره رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، كان الاول من نوعه الاول من نوعه اللي هو تشجيع الطروحات الاولية. فاعتقد تحويل البورصة لأداة تمويلية اكثر منها أداة استثمار، ودي الوظيفة على فكرة الرئيسية لاي بورصة. البورصات وجدت في الاقتصاديات عشان تعمل عملية التمويل بديلا للبنوك. احنا عندنا البورصة ليها ثلاث وظائف مهمة: مضاربة التمويل، المضاربة دي الافراد هم اللي حولوها الى مضاربة، ولكن هي التمويل والتسعير والتخارج. ان انا امول مشروع جديد، وان انا بموجب التداول يتسعر هذا المشروع من خلال التداول، والتخارج ان انا لو انا مشارك في مشروع وعايز اتخرج منه الاقي سوق ابيع فيه ملكيتي. فدي وظيفة البورصة. فالنهاردة احنا عايزين نستخدم الوظيفة الاصلية للبورصة وهي التمويل، نقدمها على مشاريع كتيرة عشان نقدر نعمل معدل نمو، لازم نعمل استثمارات كبيرة. فلابد من مشاركة البورصة ومشاركة الجمهور في هذه الاستثمارات. هيدي أكتر من دافع. أولا هينمي الدافع الوطني. تخيلي كل الشعب عنده أسهم في البورصة، أول حاجة هيحافظ على استقرار البلد طبعاً. لأن أي توتر هيأثر على البورصة فهينزل الأسعار. فلو أنا مساهم في البورصة وليا ملكية عامة أو خاصة هبقى حريص على الاستقرار. الحاجة التانية إن هي تمول خطة التنمية. إن أنا أستخدم الاكتتابات العامة في تمويل المشروعات، ومنه المشروع القومي اللي كلنا بنحلم بيه، مشروع محور قناة السويس. نتمنى أنه يشارك الشعب فيه بشكل كبير جدا عن طريق الاكتتاب إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك. في النهاية عاوزة تعليق من حضرتك على آلية الجديدة أيضا اللي قامت بإدراجها البورصة المصرية وأعلن عنها رئيس البورصة دكتور محمد عمران، وهي بلوكت تريدينج. إلى أي مدى ممكن تحمي المستثمرين؟ هي بالفعل حامت السوق من انهيار كان مشابه حصل في نهاية شهر مارس، ان كان في عملية البلوك تريدنج عشان نفهم المشاهد. هي تنفيذ العمليات الكبيرة جدا اللي أسعارها خاصة تنفذ على الشاشة لوحدها، لا تؤثر على سعر السهم ولا تؤثر على المؤشر. فأنا هنا بجنب هذه الصفقات الكبرى، خصوصا أن الصفقات دي بيبقى الاتفاق عليها بره الشاشة. أنا بتفق معاك على كمية كبيرة هديهالك، فبيبقى لها سعر مميز، سعر خاص أقل من سعر السوق. فلذلك تجنب، نفصلها في شاشة، أفصلها لوحدها، ما تأثرش على المؤشر، ما تأثرش على السوق. وده اللي حصل. احنا شفنا عملية تمت على البنك التجاري الدولي تقريبا من حوالي أسبوع بكمية كبيرة جدا، 59 مليون سهم ب 2 مليار جنيه، جنبت على الشاشه لوحدها، فما اثرتش على المؤشر ولا السوق، وده اعتقد اجراء جيد جدا. حضرتك احنا بدانا الحلقه كان بالعكس، حضرتك قلت لنا التوقعات على المدى القصير والطويل. تعليق اخير على يعني طبعا ما نحن بصدد الدخول اليه، خلاص احنا يعني 24 ساعه تقريبا تفصلنا عن التصويت على الانتخابات الرئاسيه، ورؤيتك لهذه المرحله بشكل سريع. بشكل سريع، أنا سأشارك في الانتخابات الرئاسية، وأتمنى الشعب المصري كله يشارك في الانتخابات الرئاسية. ده تعليق على حالة إجراء الانتخاب. معدل مشاركة المصريين هيبقى له تأثير كبير جدا في الرأي العام، وهيبقى له تأثير كبير جدا في مؤشر البورصة. يعني بكرة لو حضرتك لقينا مشاركة الصبح كبيرة جدا، هتلاقي مؤشر البورصة يتجاوب معاها، وهنلاقي صعود كبير جدا إن شاء الله. إن شاء الله بكلمة الصعود نختتم. ختامها مسك أستاذ وائل عنب الخبير بأسواق المال، شكرا لك. مشاهدينا شكرا لكم، وشارك انزل عشان ده مستقبلنا كلنا. إحنا اللي بنكتب التاريخ، إحنا المصريين اللي بنكتب تاريخنا، والرئيس اللي جاي علشان نشوف مستقبلنا ونحدده كله، إذا كان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وما إلى ذلك. شكرا لكم، إلى اللقاء.